في الاخبار بالصوت والصوره. دي الاخبار او معظم الاخبار اللي كنت هكلم حضراتكم فيها عشان ما اقعدش اقراها لحضراتكم، احنا وصفناها كمان مع شريف شعبان. هقول لكم بس رؤوس الاخبار اللي كان فايلر بيجتمع مع لعيبه النادي الاهلي وجهازه المعاون، وشريف اتكلم فيها، وحدات تدريبيه متنوعه لحراسه المرمى مع يانكون ميشيل حارس او مدرب حراس متميز ان شاء الله زي بقيه مدربين الحراس اللي كانوا مع النادي الاهلي، اربع حراس مميزين جدا، شريف اكرامي والشناوي علي لطفي واحمد طارق سليمان. اتكلم كمان عن ان فايلر عمل فقرات خاصه للكرات العرضيه، تكتيك بيعمله الراجل، يعني بيحاول يشتغل تكتيك كتير جدا، بيحاول يوقف اللعب كتير جدا زي ما اتكلمنا، رجليه في الملعب صغير شغال مع اللعيبه، دي حاجه كويسه جدا ان شاء الله على خير. محمود وحيد بيبدا مرحله جديده في التاهيل، وكان في تقسيمه بطول الملعب زي ما حضراتكم شفتوها كده وتالق فيها زي ما قال شريف شعبان، قفشه وحط جول اللب في اكرامي، وربيعه قال ان هو بيستكمل برنامجه العلاجي ان شاء الله برضو على خير. رامي ربيعه كل ما يرجع، ساعات اللعيب بيبقى عنده يعني مش عارف اوصفها ازاي، هو خايف حاسس ان هو يتصاب في اي لحظه وبتصاب فعلا، فلازم رامي او كل اللعيبه اللي الاصابات بتتكرر لازم ينسى ان هو هيتصاب تاني، لان اللعيبه من كتر اصاباتها زي باسم كده، من كتر اصاباته عارف ان هو لو فتح سبرنت انا خايف فبتصاب، فلازم هم يتخلصوا من الهاجس النفسي ده، لان فعلا الموضوع ده مهم جدا ممكن نبقى نتكلم فيه مع الكابتن شاكر عبد الفتاح، اكيد هو اكثر مني خبره في الامور دي. اتكلم كمان عن الاشاعات، وده طبيعي اي حد عايز يكتب اي حاجه طبعا لازم يكتب على نادي كبير جدا بحجم النادي الاهلي، يعني بقول لك الراجل لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الناس مبسوطه جدا ان هم شغالين في النادي الاهلي، وده طبيعي جدا. حتى كمان مدرب الحراس طاير من الفرحه ان هو شغال في النادي الاهلي، هتقروا له ان شاء الله كده يعني حوار قريب جدا. فايلر كمان مبسوط جدا وبيقول ان هو سعيد ان هو شغال في النادي الاهلي في المكان او الكيان الكبير ده، فاكيد ما اشتكاش ولا هيشتكي، الملعب زي ما حضراتكم شفتوه ما فيش اي فيه مشاكل، في صيانه، كان في مشاكل قبل كده لكن اعتقد خلصت من زمان، ملعب ما شاء الله قلنا ملعب التتش، كفايه ان هو ملعب التتش اللي كان بيتمرن فيه نجوم بعرقهم النجيله دي طلعت، دي حقيقه على فكره. فيعني ان شاء الله ما فيش اي اشاعات، عايزين ننسى الموضوع، كفايه اللي حصل الفتره اللي فاتت، مش عايزين بقى ندخل في اي دوامات ثانيه، عايزين نركز، عندنا بطوله افريقيه، عندنا دوري جاي، عندنا بطولات كثيره جايه ان شاء الله، عندنا طموحات كبيره جدا جدا الفتره اللي جايه كالعاده، طموحاتنا ما بتخلصش ولا بتنتهي، بطولاتنا ما بتخلصش ولا بتنتهي باذن الله. دي كانت معظم الاخبار، يعني دي كانت كلها استعدادات للمباراة الهامة جدا إن شاء الله، إن شاء الله هتكون يوم 11 من سبتمبر، لا الأهلي هيسافر يوم 11 إن شاء الله لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية 14 سبتمبر بإذن الله في ذهاب دور ال 32، مباراة مهمة، بداية مهمة، كل المباريات خلاص بقت مهمة جدا. الأهلي عنده مباراة ودية يوم الجمعة زي ما قال شريف شعبان، هنحاول ان احنا نشوف اخبارها ايه، هنشوف لو في امكانيه ان احنا نشوف المباراه، هنشوف الدنيا ممكن يحصل فيها ايه، لكن مباراه مهمه جدا ان شاء الله يعديها النادي الاهلي ويجتازها، وكل الجماهير دلوقتي مستنيه للنادي الاهلي بشكله الجديد مع فايلر. لو قلت لكم وجهه نظري ممكن ناس تستغربها، انا ضد المدربين الاسماء اللي بتنزل تشتغل، مع احترامي طبعا احنا عندنا الدوري المصري دوري من غير جمهور لغايه دلوقتي، الدوري المصري مش من الدوريات اللي هو الدوري الاسباني الانجليزي الدوري الالماني اللي هو المدرب بيروح له متشوق قوي، فلما يجي لك اسم كبير هنا مش هيطلع لك كل اللي هو فيه، انا انتوا عارفين احنا مالناش في التبريرات خالص، لكن لما يجي لك اسم متشوق ان هو يعمل حاجه عنده استعداد ان هو يشتغل مع نادي كبير قوي عارف قيمته هيطلع كل حاجه عنده، زي ما انتم بتشوفوا الراجل في التمرين كده بيجري وبتاع عايز يقول للناس لا انا مدرب، ودي حاجه كويسه جدا وحاجه ايجابيه جدا، عايزين دايما نتفائل وعايزين ما ننتقدش، وانا قلت لحضراتكم قبل كده النادي الاهلي هو دي حقيقه حقيقه يعني التاريخ مدونها، النادي الاهلي هو اللي بيعمل بعد ربنا، هو اللي بيعمل هو اللي بيصنع هو اللي بيكبر الاسماء، وتجاربنا كتير جدا مع المدربين اللي فاتوا، قلت لكم احنا مش هنتكلم على مستر مانويل جوزيه قبل ما جه النادي الاهلي عشان في ناس كتير قالت لك طب ما مستر مانويل جه قبل ما جه النادي الاهلي ما كانش حد يعرفه، في ناس قالوا بلاش يا جماعه النغمه دي، لا نتكلم على مستر مانويل جوزيه بعد ما ساب النادي الاهلي، نتكلم على اي اسم دخل النادي الاهلي وكبر قوي بعد ما ساب النادي الاهلي،
موضوع مختلف تماما. فالنادي الاهلي هو اللي بيعمل بعد ربنا بكتير، هو اللي بيعمل اسماء، هو اللي بيعمل اسماء مدربين. في اجتهاد طبعا، لازم يبقى في اجتهاد. عشان كده بقول لكم ان احنا بندور على حد او ان شاء الله يكون متشوق ان هو يمرن، ان هو يكبر اسمه، ان هو يخلي اسمه مع اسم كبير جدا زي النادي الاهلي، وده اعتقد اللي بيعمله فيرال. عموما هنستنى ونشوف الفتره اللي جايه ان شاء الله تكون فتره خير باذن الله، ويكون فايلر يطلع كل اللي عنده، يغير من مش عايز انا بصراحه يعني الاداء النادي الاهلي طول عمره ثابت، ممكن بيهتز زي اي نادي بيهتز في العالم، بيرجع تاني بسرعه جدا الحمد لله والشكر لله. لكن تستغرب من اللي يقول لك ايه اصل احنا عايزين النادي الاهلي يرجع زي زمان. مش هنعلق بقى علشان في ناس بتزعل مننا. يلا نطلع فاصل عشان نستقبل ضيفنا الكريم الاستاذ الكبير استاذ رضوان الزياتي الناقد الرياضي الكبير.